مرحبا بكم. إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة قطاع غزة في خطابه أمام البرلمان التركي حمل رسائل عدة وفق محللين تمثلت بتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية وتعزيز شرعية منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فضلا عن كسب دعم شعبي وسياسي واسع. يبقى قرار عباس الذهاب إلى غزة هو الأول من نوعه منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، في ظل تشكيك البعض بإمكانية تنفيذها بسبب تصادمها مع المشروع الإسرائيلي لفصل القطاع عن الضفة الغربية. خطوة حتى لو لم تكلل بالموافقة الإسرائيلية التي فضلت عدم التعليق على قراره، رغم أنها تبحث فعليا عن إدارة فلسطينية للقطاع بعيدا عن السلطة الفلسطينية أو حركة حماس. يراها سياسيون فلسطينيون متأخرة 18 عاما، لكنها في الاتجاه الصحيح، سيما وأن حماس لم تبدي أي رد فعل عن إعلان عباس، خصوصا وأن الحركة تعلن دوما في مساعيها أن يكون الحكم في قطاع غزة بعد الحرب بتوافق فلسطيني. مقربون من منظمة التحرير الفلسطينية اعتبروا نية عباس بزيارة القطاع رسالة يبعث فيها إلى الجميع بأن اليوم التالي للحرب على غزة تقرره القيادة الفلسطينية بسعيها إلى بسط سلطاتها على غزة كي تكون تحت مظلة منظمة التحرير ضمن نظام سياسي وحكومة وسلاح واحد. لكن التساؤلات تدور حول الجدوى من زيارته وانعكاسها على المفاوضات الجارية بعد أكثر من 10 أشهر استنزف فيها الفلسطينيون على كل الصعد، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال التي أكدت أن نحو 2 مليون فلسطيني يعيشون الآن بعد رحلات النزوح المتكررة في مساحة لا تتعدى 40 كيلومترا. من نابلس ينضم إلينا السياسي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري في حركة فتح تيسير نصر الله. مرحبا بك معنا أستاذ تيسير. ما الذي لم يره زعماء العالم أهلا بك في غزة بعد كل هذه التغطيات لوكالات الأنباء العالمية، عشرات وكالات الأنباء؟ ما الغاية من دعوة هؤلاء القادة لزيارة غزة؟ نعم، يعني ما زالت تداعيات المبادرة والخطوة التي أعلنها الأخ الرئيس أبو مازن في البرلمان التركي، ما زالت هذه التداعيات مستمرة في كل مجال، ولأن هذه الخطوة يعني خطوة جدية بأقصى درجات الجدية وليست خطوة دراماتيكية مجرد إطلاقها في يعني البرلمان التركي، وإنما يعني أن الإسرائيليين ليس وحدهم أو أنهم يعني الذين سيحددون مصير الشعب الفلسطيني واليوم التالي لانتهاء هذا العدوان. يعني جاءت هذه الخطوة للرد على نتنياهو وكل ما يقوم به منذ 7 أكتوبر حتى الآن من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ومذابح. نعم. لكن قبل الحديث عن يعني لابد من الحديث عن خطة هذه الزيارة، لكن هل هذه الزيارة ممكن أن تحقق في ظل رفض إسرائيلي؟ على الأقل رياض الملكي تحدث أنه في رفض إسرائيلي لهذه الخطوة. هل هنالك أي إجراءات قد تمنع عباس من دخول غزة دون رضا تل أبيب؟ يعني اولا ليست اسرائيل هي التي ستتحكم بكل شيء، بالعكس يعني اسرائيل ما زالت يعني غرقة في رمال غزة ولم تحقق اي اهداف ذكرها نتنياهو، فلذلك هي ما زالت تغوص بهذه الرمال ومن فشل الى فشل. ولكن يعني الخطوة التي دعا اليها الاخ الرئيس ابو مازن يعني تحتاج لمجلس الأمن، تحتاج للاتحاد الأوروبي، وهناك اتصالات يعني مستمرة الآن من القيادة الفلسطينية لتأمين هذه الزيارة الهامة بوجود كل هؤلاء من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ومرورا بأعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول جامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي. يعني اتصالات تجري في كل اتجاه من أجل إنجاز هذه الخطوة التي يعني ستعيد من جديد إعادة القضية الفلسطينية
والمشروع الوطني الفلسطيني الذي تبنته منظمة التحرير الفلسطينية يعني ستعيد إلى الواجهة. أستاذ سيسير، مستشار رئيس الفلسطيني تحدث أن الرفض لهذه الزيارة كان متوقعا، هل تم تقديم هذه الزيارة لترفض ويتم تحميل نتنياهو مسؤولية الرفض؟ لا يعني لم يكن الموقف الإسرائيلي في الحسبان، نحن ندرك تماما أنه سيرفض هذا يعني، وكان نتنياهو واضح منذ اليوم الأول لا يريد لا فتح ولا يريد حماس. من يريد إذن؟ هو يريد إبقاء القوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، يريد احتلال القطاع، يريد السيطرة. حتى المفاوضات التي تجري منذ عدة أشهر يفشلها نتنياهو، هذه المفاوضات يريد من خلالها فقط إطلاق سراح الأسرى ويبقي سيطرته على قطاع غزة. هذا الأمر لن يتم لأنه يفشل فشلا ذريعا. ويعني استمعي لآراء الكثير من الإسرائيليين والصحافة الإسرائيلية ماذا تقول عن هذا الفشل وكيف غرق جيش الاحتلال الإسرائيلي في رمال غزة ولا يستطيع الاستمرار أو تحقيق أي نجاحات. لذلك يعني إسرائيل لم تكون هي يعني من ننتظر ردها في هذا الشأن. نعم، برأيك لماذا لم يصدر أي موقف رسمي من حماس بخصوص خطة الزيارة وأهداف هذه الزيارة؟ نعم يعني هذا موقف مستهجن، وحماس تدرك، وقالها نتنياهو في أكثر من مرة بأنه كان يسعى لإدامة عمر هذا الانقسام، وكان يوفر المال لحماس في قطاع غزة من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. لذلك يعني نحن يعني ما زلنا ننتظر أن تراجع حماس موقفها وأن تتخذ موقفا مباركا ومشيدا بهذه الخطوة، وأن نعمل سويا رغم أن هناك اتصالات مع المكتب السياسي لحماس، ولكن أيضا لابد من أن نعمل سويا من أجل تأمين هذه الزيارة وإنجاحها، لأنها فعلا يعني من شأنها أن تردم وإلى الأبد حفرة الانقسام التي ما زالت. طيب لماذا لم يتم التنسيق مع واشنطن مثلا من أجل هذه الزيارة، أو الوسطاء العرب المشرفين على المباحثات مثلا، بدلا من أنه إرسال طلب إلى هنغبي؟ نعم يعني ما زال الوقت يعني متاحا من أجل التواصل مع يعني الجهات ذات العلاقة في المفاوضات، وأعتقد أن الفكرة وصلت يعني الرئيس أبو مازن أطلقها يعني من في البرلمان التركي، وكانت كل وكالات الأنباء في العالم يعني تستمع إليه ونقلتها عن وأخذت مداها، وتداعياتها ما زالت مستمرة، ونحن يعني معنيون بشكل كبير أن تلتقط هذه المبادرة الإدارة الأمريكية حتى يكون يعني أن يكون بعد انتهاء هذا العدوان يعني بحث عن حل سياسي يفضي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. يعني أن يعود العمل السياسي الذي ترفض إسرائيل وتريد هذا الصراع بالعمل العسكري، أن يعود العمل السياسي لإقامة هذه الدولة الفلسطينية المستقلة من جديد. أستاذ تيسير، من ضمن أهداف الزيارة كما أعلن عنها وقف العدوان، انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية، يعني كمشاهد عادي اليوم يمكن يقول لك أمريكا وروسيا والأمم المتحدة والعرب كلهم يسعون منذ شهور لإيقاف هذه الحرب ولم ينجحوا حتى الآن، كيف سينجح أبو مازن في تحقيق ما فشل به كل من ذكرناهم؟ ماذا يريد أبو مازن من هذه الزيارة بالضبط؟ نعم يعني هو ألقى حجرا في المياه الراكدة وتحركت هذه المياه الآن، والكل يريد لهذه الحرب أن تنتهي، وفعلا ستنتهي، لا يمكن أن تدوم إلى الأبد، وأعتقد أنها في نهاياتها، وإسرائيل لم تحقق الأهداف التي وضعتها، والعالم لن ينتظر طويلا. يعني لولا هذا الدعم الأمريكي لهذا العدوان، يعني دعما سياسيا ودعما دبلوماسيا ودعما في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الدعم العسكري اللامحدود
وكأن الأهداف مشتركة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، إلا أن هذه يعني الحرب لن تدوم إلى الأبد، والإدارة الأمريكية الآن تضغط بكل ثقلها من يعني قبل بدء يعني الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تقترب يوما بعد يوم. لذلك الإدارة الأمريكية تريد أن تنهي هذا الفصل من فصولها، ولتبدأ بالاستعداد للانتخابات وإجراء إجرائها هناك في الولايات المتحدة. ونحن أيضا هناك ضغوط دولية، وإسرائيل أصبحت يعني عارية أمام العالم، وأصبحت خطر حقيقي على كل المنظومة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط تحديدا. فلذلك لا يمكن أن تبقى إسرائيل ك يعني أزعر الحارة تتحرك ولا أحد يستطيع أن يلجي. تمكين الحكومة من تولي مهامها على جميع أراضي الدولة الفلسطينية، هذا أيضا أحد أهداف الزيارة. سؤالي، هل هذا الهدف هو رسالة لحماس وحكومتها في غزة؟ يعني أولا هناك حكومة شرعية واحدة، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على الأرض الفلسطينية، ونحن يعني ما زلنا وسنبقى نسعى من أجل التوافق الوطني أيضا. وهناك نداء وبيان صدر في الصين، وهذا البيان يعني متروك للجميع من أجل تطبيقه، ولكن نحن ننتظر انتهاء هذا العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا لأنه لا يصير. أريد طالما الاحتلال يحتل قطاع غزة لا يمكن. أريد أن أستفيد من الوقت مع حضرتك قدر الإمكان. الرئيس الفلسطيني أيضا أكد وجود خطة لإعادة الإعمار الشامل في القطاع. هذا الكلام يوحي بأنه في تنسيق يعني أو تشاور مع دول قادة يعني، أو ربما هي تحاول أن تنفذ خطة إعمار في منطقة فيها مثل ما بنعرف اليوم أكثر من 42 مليون طن من الركام و2 مليون إنسان في 40 كيلومتر مربع فقط. يعني فعلا الخطوة تقول بأن الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الولاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. لذلك يجب أن تعود هذه الولاية إلى أصحابها، ولن نقبل، وهذه خطوة اعتراضية أيضا على نتنياهو وعلى كل الذين يقولون قوات حماية دولية ستأتي إلى غزة، أو قوات حماية عربية، أو قوات أيا كان، أو قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا لا يمكن أن يقبل به الشعب الفلسطيني. لذلك كانت يعني خطوة الأخ الرئيس أبو مازن يعني بهذه الجدية وبهذه الجرأة وهذا الوضوح، وسننفذها مهما كلفنا ذلك من ثمن، ونحن نعمل من أجل تنفيذ هذه الخطة. ومعنا العالم، والعالم وافق معنا عام 1993 على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام 67 مع ضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم في القرار 104. شكرا جزيلا. السياسي الفلسطيني وعضو المجلس الثوري في حركة فتح تيسير نصر الله، شكرا جزيلا على هذه المقابلة. من تل أبيب ينضم إلينا مؤسس ورئيس منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي ونائب قائد فرقة غزة السابق في الجيش الإسرائيلي العقيد أمير أفيفي. عقيد أمير، مرحبا بك معنا. ماذا لو استجاب بعض زعماء العالم وذهبوا إلى غزة ورأوا كل هذا الدمار؟ يعني كيف سيكون أثر ذلك على صورة إسرائيل في العالم وجيشها إذا اطلعوا على دمار غزة وما يعانيه أهلها؟ يجب أن نتفهم أن في غزة تقريبا كل بيت هو موصول بأنفاق، وهناك مفجرات، وإذا الجيش الإسرائيلي يحارب بمنطقة معقدة جدا نجد فيها العديد من الإرهابيين، لذلك يجب التعامل معها كساحة حرب، فهي ساحة حرب.
وإسرائيل قامت بنقل المدنيين الأبرياء إلى مناطق آمنة لكي لا يتعرضوا إلى هذا القتال، ولكن هناك قتال في رفح وخان يونس وفي غزة، وإذا خطوة وراء خطوة نقضي على حماس وسنفعل ذلك. هل سيغامر نتنياهو بمنع قادة دول من الوصول إلى غزة لزيارتها؟ هالمرة ما عم نحكي عن مؤسسات إغاثية، قادة دول. أعتقد أننا نتحدث عن ساحة معركة، ساحة معركة معقدة، هذا ليس مكان يجب أن يأتي الأشخاص كمكان سياحي إلى آخره، فهي منطقة خطيرة جدا. لذلك المساعدة الإنسانية هي بشكل مستمر في غزة، ومنظمات أيضا تعمل بشكل وثيق إلى آخره، هذا سيستمر، فليس هناك أزمة إنسانية حاليا في غزة، ولكن هناك قتال وأنفاق متعددة والعديد من الإرهابيين. موقع والا الإسرائيلي نشر عن مسؤول إسرائيلي أن عباس قدم الطلب لإسرائيل مع يقينه المسبق بأنه سيرفض. لماذا لم تقبل إسرائيل الطلب وتعيد الكرة إلى ملعب عباس؟ لما لا؟ أعتقد أن عباس يشكل مشكلة كبيرة، فالمنظمة تقوم بتمويل الإرهاب والفلسطينيين في الضفة الغربية، 95% منهم يريدون أنهم لا يريدون إذن القيادة الفلسطينية، وأيضا في غزة رفضوا السلطة الفلسطينية، وبعد اليوم قالوا لن يكون هناك حماس، لن يكون هناك جهاد أو أيضا قيادة أو سلطة فلسطينية، يجب أن يكون هناك علاقة جديدة مع الفصائل الجديدة، وهذه هي الحقيقة. عقيد أمير عباس معترف به دوليا، هو رئيس، ومنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة عباس تعتبر بديل غير متشدد بالنسبة للإسرائيليين أنفسهم، يعني كثير من المحللين يرونها أنه السيناريو الأمثل لليوم التالي في غزة. فما الذي تخشاه إسرائيل من ذهاب عباس إلى غزة؟ السلطة الفلسطينية سيطرت على المدن في غزة في عام 1944، وكان قرار إسرائيلي ألا يعملوا في هذه المناطق، وإذا كانت غزة تعود إلى القرون القديمة، والسلطة الفلسطينية إذا حاولتها من هذه الحال بعد 3 سنوات، كان فقدوا السيطرة في قطاع غزة، وكل ذلك تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وليس حماس. الأمر نفسه تكرر في مدن أخرى، أعطينا أو سلمنا السلطة للسلطة الفلسطينية، وقاموا ببناء بنية تحتية إرهابية، والانتفاضة الثانية أيضا تم قتل أكثر من 1000 الإسرائيليين، هم ليسوا الحل. أيضا المجتمع الفلسطيني يكره السلطة الفلسطينية، فهم فاسدون وإرهابيون لا يعتنون بمجتمعهم، وعندما تتحدثون السلطة الفلسطينية إرهابية؟ السلطة الفلسطينية إرهابية؟ نعم بالطبع أصفهم كإرهابيين، فهم مملوئين بالإرهاب ويدفعون مليارات الأموال للإرهابيين. طيب هذا ليس بعيدا عن نتنياهو. نتنياهو سيد أمير، نتنياهو منذ ولايته الأولى في التسعينات على كل الأحوال كان يرفض التعامل مع السلطة الفلسطينية، وجب التنويه، يعني الآن مشاهدينا يتابعوننا، لولا الضغط الأمريكي لم يكن نتنياهو ليوقع اتفاقية الخليل، هذا مفهوم. أطلق على السلطة اسم فتحستان ونتذكر ذلك جيدا، لكن ألا يدل كل هذا مع ما تتحدث عنه حضرتك ولا نتبناه طبعا، تقول بأن السلطة الفلسطينية إرهابية،
أنه نتنياهو لن يقبل إلا باحتلال كامل قطاع غزة وحكم كل أراضي الفلسطينيين؟ إلى أين تذهبون بهذه السردية؟ أنني أعتقد أن المستقبل الصحيح للفلسطينيين هو المماثل لدول أخرى، وهي مثلا دولة نحتاج إلى نموذج معاصر وليس نموذج دولة أو سلطة إرهابية تسيطر على المجتمع. أنا لست الشخص الذي يقول ذلك، بل المجتمع الفلسطيني هو الذي يدعو إلى تحقيق هذا الهدف. فالوضع قد يزداد سوءا، وذلك بسبب السلطة الفلسطينية وحماس والجهاد. لذلك يجب يفضلون إذن هذه المجموعات. سيد أمير عباس، بالتأكيد عندما يقرر قرارا كهذا لابد أنه ينسق مع الخارج. وضع غزة وصورة غزة، العالم يشاهد بشكل يومي، محرج جدا إنسانيا. هل تتحمل حكومة نتنياهو تبعات رفض طلب الرئاسة الفلسطينية في ظل كل هذه الاتهامات الدولية الموجهة لنتنياهو ويمينه المتطرف ودورهم فيما يعانيه الإسرائيليون قبل الفلسطينيين؟ الحكومة منشغلة بأهدافنا، وأهدافنا هي القضاء على حماس واستعادة الأسرى الذين لدى حماس، وأيضا التأكد ألا يتكرر هذا الهجوم. لذلك لنتأكد من تحقيق أهدافنا يجب أن نسيطر على معبر فيلادلفيا والموجود بين غزة ومصر، وأيضا الحفاظ على حرية العمليات انتقال للجيش الإسرائيلي في غزة، وذلك مع خلق وإنشاء واقع جديد في غزة، ليست دولة أو سلطة فلسطينية أو حماس أو الجهاد إلى آخره. ومن دون حماس بالطبع سيكون هناك زيارات إلى غزة. ألا تخشى إسرائيل من مواقف دول كمصر مثلا والأوراق التي لديها في الضغط من أجل تحقيق هذه الزيارة، أو ربما أهداف أخرى تسعى إليها السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع جهات أخرى؟ كما قلت، في إسرائيل 80% من المجتمع الإسرائيلي هو ضد عودة أو سيطرة السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية هي أمر لن يكون موجود في المستقبل، ليس بسبب إسرائيل بل بسبب الفلسطينيين. هم لا يريدون السلطة الفلسطينية، وقد حان الوقت للتفكير بأفكار جديدة وأيضا نماذج جديدة تكون أكثر صلة لمستقبل الفلسطينيين في المنطقة. قائد فرقة غزة السابق في الجيش الإسرائيلي العقيد أمير أفيفي، شكراً.